الدرس وظف الجمع والضرب والطرح على الأعداد ذات خمسة أرقام أولاً هذه لعبة متاهة الحساب يجب أن يتحصل اللاعب على أكبر عدد ممكن من النقاط لا يمكن الرجوع إلى خلف علماً أنه لو كان المسلك الذي اختاره الطفل الأول هو المسلك المباشر

خمسة عشرة ألف وثلاثمائة يساوي سبعة آلاف وعشرين سبعة آلاف وعشرون في ثلاثة يساوي واحد وعشرين ألف وستين أحسب عدد النقاط التي تحصلت عليها وفقاً للمسالك الأربعة

سبعة وثلاثون ثلاثون ألف و ثمانمئة عشرون مع عشرون ألف و يساوي سبعة و خمسين ألف و ثمانمئة سبعة وخمسون خمسون ألف و ثمانمئة إلا خمسة وعشرون ألف و تسعمئة يساوي واحد ال فو اتس عمئة واحد وثلاثون ثلاثون ألف و تسعمئة مع خمسة عشر ألف و وخمسون.

ثمانية عشرة ألف وخمسمئة مع سبعة وعشرون ألف وخمسمائة إلا ثمانية عشرة ألف ومئة مع خمسة عشرة ألف وستمائة وخمسون إلا خمسة وعشرون ألف وتسعمائة مع عشرون ألف وخمسون إلا أربعة عشرة ألف وستمائة في أربعة ثمانية عشرة ألف وخمسمئة مع

سبعة عشرة ألف وثلاث وسبعين سبعة عشرة ألف وثلاث وسبعون في ثلاثة يساوي اثنين وخمسين ألف ومائة وعشرة نقطة أبحث عن الفائز في هذه اللعبة الإجابة

مع 3 يساوي 51 نكتب 1 ونحتفظ بالخمسة ، 6 في 7 يساوي 42 مع 5 يساوي 47 نكتب 7 ونحتفظ بالأربعة ، 6 في 2 يساوي 12 مع 4 يساوي 16 نكتب 6 ونحتفظ بالواحد ستة في واحد يساوي ستة مع واحد يساوي سبعة إذا تكون النتيجة ستة وسبعون ألف وسبعمائة وستة عشر. وعشرون ألف وستمائة واثنان وخمسون مع ثلاثة وخمسون الف وسبعمائة وأربعة عشر اثنان مع أربعة يساوي ستة خمسة مع واحد يساوي ستة ستة مع سبعة يساوي ثلاثة عشر نكتب ثلاثة ونحتفظ بالواحد واحد مع ثمانية مع ثلاثة يساوي 12 نكتب اثنان ونحتفظ بالواحد واحد مع اثنان مع خمسة يساوي ثمانية إذا تكون النتيجة اثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وستة وستون أربعة وثمانون ألف وتسعمائة وستة وعشرون إلا 67879 6 إلا 9 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات ، 16 إلا 9 يساوي 7، 2 إلا 8 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة المئات، 12 إلا 8 يساوي 4، 9 إلا 9 يساوي 0 أربعة إلا سبعة لا يمكن فأستعير واحد من عشرات الآلاف أربعة عشر إلا سبعة يساوي سبعة ثمانية إلا سبعة يساوي واحد إذا تكون النتيجة سبعة عشرة ألف وسبعة وأربعون